منتصف الليل في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. أهلا بحضراتكم إلى أبرز العناوين. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في إسرائيل عقب تعليق نتنياهو التعديلات القضائية. الدبابات تتدفق إلى أوكرانيا، تشالنجر البريطانية تلحق بليوبارد الألمانية دعما لكييف. رئيس وزراء اسكتلندا الجديد يتعهد بالسعي لتحقيق الاستقلال عن بريطانيا رغم رفض سوناك. من العناوين إلى التفاصيل، والبداية مع التطورات في إسرائيل. بداية النشرة، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية في عدد من المواقع، وقد استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق المحتجين على قانون التعديلات القضائية. يأتي ذلك فيما حطم المحتجون حواجز قوات الأمن وأشعلوا النيران فيها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تعليق التعديلات القضائية حتى جلسة الكنيسة المقبلة، وكان قد أشار إلى أنه أقدم على هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الحوار بشأن هذه التعديلات. من خلال المسؤولية الوطنية ومن خلال الرغبة عدم تعميق الشرخ في الشعب، قررت إرجاء تقديم قانون تعديل لجنة القضاء في هذه الدورة للكنيسة من أجل إعطاء فرصة للوصول إلى إجماع بشأن تشريع هذا القانون في الدورة القادمة للكنيسة. أضاف نتنياهو أن هناك أقلية تسعى إلى تمزيق إسرائيل عبر العنف، مطالبا بعدم السماح بوقوع حرب أهلية. وقد حذر نتنياهو من مصادر إثارة صدام خطير، مشيرا إلى أن رفض الخدمة العسكرية يعد نهاية لإسرائيل. هناك أقلية متطرفة مستعدة أن تمزق دولتنا لأجزاء، وهذه الأقلية تستخدم العنف، تشعل النيران، تهدد بالمس بمنتخبي الجمهور، وتحرض على حرب أهلية، وتنادي من أجل رفض الخدمة العسكرية، وهذه جريمة فظيعة. دولة إسرائيل لا يمكن أن تبقى دون الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى في ظل رفض الخدمة العسكرية. رفض الخدمة العسكرية ستقود من جهة إلى رفض الخدمة من الطرف الآخر. رفض الخدمة العسكرية هي نهاية دولتنا.
ألغى اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل إضرابا على مستوى البلاد بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيؤجل خطته للتعديلات القضائية للدورة البرلمانية المقبلة. وقال رئيس اتحاد العمال أرنون بار ديفيد إن الإضراب الذي تم إعلانه صباح أمس سينتهي، كما عرض المساعدة في وضع تعديلات تحظى بتوافق متبادل. هذا وتشهد إسرائيل احتجاجات واسعة منذ شهر يناير الماضي بعد إعلان وزير القضاء ياريف ليفين مشروعه لإجراء إصلاح شامل ووسع النطاق للنظام القضائي والقانوني. التعديلات على النظام القضاء أيدها ودعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وغالبية أعضاء ائتلافه الحكومي، وقوبل بموجة غضب عارمة من المعارضة ومن المحامين ومن رجال القضاء ومختلف القطاعات. نتابع. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في إسرائيل، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن لا تزال تحض إسرائيل على التوصل إلى حل وسط، مضيفا أن الرئيس الأمريكي كان صريحا جدا في اتصاله الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حين أبدى إليه مخاوفه مباشرة. لمزيد من المتابعة والقراءة للمشهد في إسرائيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة شادي محسن الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات. بعد التحية سيد شادي، هنا بهذا القرار بنيامين نتنياهو هل هو يحاول شراء الوقت بهذا القرار؟ هو لم يلغي هذا القرار، هو أرجأه فقط للجلسة القادمة للكنيست. ممتاز، يعني الإجابة في صلب السؤال. فعلا القرار او الخطاب اللي القاه رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو بتجديد التشريع القضائي، يعني ده الهدف منه تكتيك مؤقت لكسب الوقت، هدنه لترتيب الصفوف وتنظيم سياسه بقى لشق الصف المعارض لسياسه نتنياهو. لكن هل هو قرار نهائي مبني على قناعه او مبني على استجابه هادئه وجادة للتظاهر اللي في الشارع الإسرائيلي؟ الحقيقة اللي أدرك المسألة دي بعض المجتمع المدني، كيانات المجتمع المدني زي اتحاد النقابات العمالية بالتحديد، اتحاد العمال يعني، بعض النقابات والمؤسسات المتعلقة يعني بأحزاب زي المعارضة، يعني كانوا شايفين أن دي برضو تكتيك مناوئ نتنياهو لا يقصد به أي جدية، عشان كده حطوا خطوط حمراء جديدة الهدف منها تصميم لرد فعل او لموقف ان نتنياهو عليه يستجيب لهذه الخطوط، وعلشان يتبني بقى عليه موقف جاد ونبدا نسحب كراسي طاوله المفاوضات. هذه الخطوط
ان وزير الدفاع يرجع تاني منصبه، ان يتم الغاء الاصلاح القضائي مش تجميده او مجرد ارجاءه لمداوله عامه في الكنيسه في اي جلسه ثانيه. هنا يقول البعض استاذ شادي ان مساله الالغاء ربما تكلف نتنياهو شخصيا يعني مصيره ومستقبله السياسي، بمعنى ان التراجع في هذه اللحظه هو انتحار، لانه كما تعلم الائتلاف الحاكم هو يضمنه بهذه الأحزاب اليمينية المتطرفة، وبالتالي هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة متضامنة جدا مع هذه التعديلات القضائية، فإن ذهب بعيدا عنها ربما هذا يهدد مستقبله بل وهذه الحكومة الموجودة الآن برمتها. يعني هو الإجابة على السؤال ده مش قطعية، يعني بيبقى على حسب نتنياهو يعني هيبدأ ينتهج سياسة شكلها إيه، هل هي سياسة توافقية سياسة هجومية في تعنت يعني. لكن فكرة إلغاء الإصلاح القضائي برمته، هل ده يهدد بالكلية مستقبل نتنياهو السياسي؟ الإجابة عليه لا. في تقديري يعني الأولي إنه الهدف من الإصلاح القضائي ليه نوعين من الأهداف، أهداف تكتيكية وأهداف استراتيجية. الأهداف التكتيكية تتعلق بمستقبل قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو، بعض السياسات الاجتماعية والسياسية في الضفة الغربية، أراضي الضفة الغربية المحتلة يعني، والداخل الإسرائيلي. أما النوع الأهم من الإصلاح القضائي اللي هي الأهداف الاستراتيجية هو الدستور، صياغة جديدة يمينية متطرفة للدستور الإسرائيلي. كلنا عارفين أن إسرائيل بلا دستور. نتنياهو أدرك أن في مساعي خفية، مساعي كده هو تتسلل لصياغة دستور، فهو حب يستبق هذه المساعي بأن يبدأ ينظم بسرعة نفسه هو والأحزاب الدينية، فيصير دستور بروايته هو اللي هي الرواية اليمينية المتطرفة. طب ليه أصلا إسرائيل عايزة تقيم دستور؟ الحقيقة دي كانت محاولة منه، كانت حس بالقلق إن حد تاني يسبقه في صياغة الدستور. طب الإصلاح القضائي هو مشروع، مش مجرد، أنا آسف، مشروع استراتيجي أقصد يعني، مش مجرد مشروع تشريعي في الكنيسة. الهدف منه تنظيم بعض الصف القضائي، لا لا لا، الأمر ليه أعمق من كده، ليه أهداف أعمق من كده يعني. طيب هل ده ليه علاقة بالمستقبل السياسي بتاع نتنياهو؟ إلى حد ما في حالة واحدة، لو أصبح هناك تعنت داخل الحكومة الائتلافية الحالية بضرورة تمرير التشريع. وهذا ما كنت أشير إليه بالفعل أستاذ شادي. يعني هو ده ممكن إلى حد ما يطيح بقى فرصة سيناريو اللي هو الانتخابات المبكرة. ده برضو هينبني عليه أمور كتير، لأن نتنياهو أرجأ التشريع للصيف، يعني الفترة طويلة بتاع 3-4 شهور يعني، فده طبعا يعني هيديله مساحة وقت واسعة جدا ان هو يعيد تنظيم نفسه مرة اخرى وشق صف المعارضة. انا اشكرك شكرا جزيلا من القاهرة شادي محسن الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات. والان مع تطورات الأزمة الأوكرانية، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف وصول أولى دبابات تشالنجر البريطانية إلى أوكرانيا، ذلك في إطار مساعدة كييف على التصدي للعملية العسكرية الروسية. وأشار ريزنيكوف إلى أن دبابات تشالنجر البريطانية ومدرعات سترايكر وكوغر الأمريكية وماردر الألمانية قد أضيفت إلى الوحدات الأوكرانية. وبدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن دبابات تشالنجر باتت موجودة في أوكرانيا دون تحديد عددها.
أعلن المستشار الألماني أولاف شولز أن بلاده سلمت أوكرانيا 18 دبابة من طراز ليوبارد 2. وأشار في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي إلى استمرار بلاده في دعم أوكرانيا سياسيا وأيضا ماليا. نحن نقف إلى جانب أوكرانيا التي ندعمها سياسيا وماليا، وذلك من خلال عمليات تسليم الأسلحة، لا سيما التدريب العسكري الذي يوفره كل من بلدينا. كما قدمت ألمانيا وهولندا بشكل مشترك مركبات مدرعة وذخيرة، ونقوم حاليا بالتحضير مع الدنمارك لتسليمها دبابات ليوبارد، بالإضافة إلى الدبابات الأخرى التي نقدمها، بما في ذلك الدبابات الحديثة التي قمنا بتسليمها للتو. إلى هذا، فقد زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الخطوط الأمامية في جبهة زابوريجيا جنوبي البلاد. وأعرب زيلنسكي عن فخره بهذه الزيارة والوجود مع قوات الجيش، وتعد هذه ثالث مرة يزور فيها زيلنسكي منطقة تماس مع القوات الروسية خلال أيام بعد باخموت وخرسون. وعلى صعيد آخر، التقى زيلنسكي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في زابوريجيا. وقال جروسي إنه تبادل مع الرئيس الأوكراني الآراء بشأن حماية المحطة وموظفيها، وأكد مجددا دعم الوكالة الدولية الكامل للمنشآت النووية الأوكرانية. هذا وقد فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار تقدمت به روسيا من أجل التحقيق في تفجير خط أنابيب نورد ستريم، ولم تتمكن موسكو من حشد التأييد اللازم في المجلس لهذا المشروع، حيث لم تصوت سوى روسيا والصين والبرازيل لصالحه، بينما امتنع أعضاء المجلس الـ12 الآخرون عن التصويت، وتعين أن يوافق 9 أعضاء دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية فيه حق النقد الفيتو لتمرير القرار. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا عبر سكايب من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أهلا بك دكتور، مرحبا بك. إذن فشل مجلس الأمن في التوصل لتبني مشروع قرار تقدمت به روسيا للتحقيق في تفجير خط أنابيب نورد ستريم، هل أسدل الستار في هذه الحالة على هذا الملف، ولماذا تصر روسيا على استخدام هذه الورقة في حربها ضد أوكرانيا؟ تحياتي أولا وشكرا للاستضافة. الحقيقة هذا الفشل ليس فشل مجلس الأمن، هو فشل روسي بامتياز، لأنه عندك 15 عضو في مجلس الأمن وفقط 3 أصوات من ضمنها الصوت الروسي، يعني فشل ذريع من 3 من 15. فهذا يبين ضعف روسيا في العالم، وأن هذه المؤسسة الأممية التي أنشئت كي تمنع الحروب الاعتداء من جار إلى دولة أخرى، هذه ذريعة إيجاد الأمم المتحدة منع الحروب، هي خاضت الحروب وتخسر دائما، يعني ليس جديد أن تخسر روسيا في الأمم المتحدة. تم تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هناك قرارات كثيرة أخذت أثرت ضعف روسيا، ضعف الدعم الروسي، روسيا معزولة، وهذا القرار وهذا التصويت يعني يوحي أن هذا الضعف مستمر، ولا أعتقد أن روسيا ستنجح في إذا عادت مرة أخرى إلى الأمم المتحدة.
نعم، هل هناك آليات أخرى أو قنوات أخرى تستطيع من خلالها روسيا أن تقوم بالتحقيق في هذا الأمر، أم أن الستار أسدل تماما على هذه القضية، قضية تفجير خط أنابيب نورد ستريم؟ يعني حقيقة هي ما حصل هو عملية إرهابية، عملية مخابراتية، ربما هناك دور رسمي أوكراني، ربما هو دور بعض الأوكرانيين المعارضين لروسيا ربما، ولكن هناك تحقيقات تجري الآن. السويد تجري تحقيقات، دنمارك تجري تحقيقات، ألمانيا تجري تحقيقات، فهذه الدول يعني عندها جهات قضائية، عندها تحقيقات، لها سمعة جيدة في مجال التحقيقات، فلماذا لا ننتظر؟ يعني نحن لا يمكن أن نأخذ تقارير مثلا صحفية، مع احترامي لكل الصحفيين، ونقول أنه دور أمريكي مثلا أو دور أوكراني، لا يجب أن تكون هناك تحقيقات، وهذه ثلاث دول تحقق في هذا الموضوع، لذلك لا حاجة لأن تدخل الأمم المتحدة في تحقيق موازي في هذا الموضوع. نعم دكتور، ولكنك لم تجبني عن تساؤلي بشأن إصرار روسيا على استخدام هذه الورقة، وهي ورقة تفجير خط أنابيب نورد ستريم، وباتهامها أيضا لأوكرانيا والولايات المتحدة بأنهما وراء هذا التفجير. هل هناك دلائل معينة؟ يعني في مثل بيقول لك ضربني وبكى سبقني واشتكى. يعني ما يحصل في أوكرانيا هو 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 جريمة ضد الإنسانية، هو عدوان شامل على أوكرانيا. يعني دولة مجاورة هجمت على دولة مجاورة لها، هناك ضرب، هناك تدمير للبنية التحتية، هناك تهديد باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية. فالمراقب المنصف يقول أن هناك دولة معتدية، ومتحاول روسيا تصوير نفسها أنها هي الضحية. هلا في هذا العمل الإرهابي، نعم صحيح يمكن نقول أن هناك إرهاب ضد روسيا، ولكن هناك حرب شاملة على أوكرانيا، حرب مدمرة نحن نرى في الأخبار. نعم، إذن هي دكتور تأتي في إطار مناورة سياسية في هذه الحرب، هذا ما فهمته منك. شكرا جزيلا لك، كنت معي من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. صادق البرلمان المجري على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لتصبح بذلك دولة الاسكندنافية أقرب بخطوة إضافية لنيل عضوية التحالف. جاءت هذه المصادقة بأغلبية كبيرة بلغت 182 من أصل 199 نائبا وافقوا على انضمام هلسنكي إلى عضوية الناتو. هذا ومن المقرر أن يناقش البرلمان المجري في وقت لاحق مسألة انضمام السويد للحلف. شهدت المطارات ومحطات الحافلات والقطارات حالة من الشلل بجميع أنحاء ألمانيا في أحد أكبر الإضرابات منذ عقود، والذي دعت إليه نقابتا فيردي العمالية وآي في جي قطاع النقل المطالبة بتحسين الأجور في ظل التضخم الذي تعاني منه ألمانيا. وقد علق اثنان من أكبر المطارات في ألمانيا وهما ميونخ وفرانكفورت رحلاتهما الجوية. وقالت شركة دويتش بان إن ملايين الركاب الذين يعتمدون على الحافلات والقطارات قد تضرروا من هذا الإضراب. هذا ويأتي الإضراب مع تنامي أزمة اقتصادية في البلاد. وقد بلغ معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي مستوى 8.7%. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تطلعه للعمل مع زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي الجديد حمزة يوسف، لكن سوناك عبر عن رفضه الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة. وقال المتحدث باسم سوناك إن الاسكتلنديين والبريطانيين يريدون من السياسيين التركيز على القضايا التي تهمهم مثل خفض التضخم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة. وكان حزب الوطني الاسكتلندي الجديد رئيسه حمزة يوسف قد أعلن أنه سوف يعمل جاهدا لنيل ثقة الشعب بجميع طوائفه. وأكد يوسف عزمه تحقيق الاستقلال لاسكتلندا التي يحتاج شعبها إلى الاستقلال أكثر من أي وقت مضى. وبالنسبة لمن هم منا في هذه الغرفة والآخرون ممن يؤمنون بالاستقلال، فإننا لن نفوز إلا بطرح هذه القضية بقوة. وعدي والتزامي الجاد هو أنني سأبدأ حركة مدنية على مستوى القاعدة من أجل الاستقلال. يحتاج شعب اسكتلندا إلى الاستقلال الآن أكثر من أي وقت مضى، وسنكون الجيل الذي يحقق الاستقلال لاسكتلندا. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. 7 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في ولاية تنس الأمريكية، وبايدن يطالب بتشريع يمنع الأسلحة الهجومية. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وثمن الرئيس المصري العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش، وأكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات وآلياته التنفيذية. نصت مسودة الاتفاق السياسي النهائي في السودان على إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة الانتقالية. تتضمن المسودة اختيار القوى المدنية رئيس الوزراء، فيما يختار رئيس الوزراء المعين الوزراء ضمن حكومة كفاءات. وأشارت إلى أن مهام الحكومة الانتقالية هي العمل على إيقاف الحروب إضافة إلى حل النزاعات واستكمال بناء السلام. تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي عن قرار بشأن استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان. وقال ميقاتي إنه عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي قرر اعتماد التوقيت الصيفي والشتوي دون تغيير على أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الخميس المقبل. قررت اليوم دعوة مجلس الوزراء لعرض ما سبق وورد في مذكرتي بتاريخ 23 الجاري بوجوب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وكان نقاش هادئ حيث أبدى كل وزير رأيه، وقرر المجلس الإبقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/8/98 باعتماد توقيت صيفي وشتوي دون أي تعديل في الوقت الحاضر، ويبدأ التوقيت الجديد مساء الأربعاء منتصف ليل الأربعاء الخميس القادم. ناقشت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال جولتها الأفريقية مع رئيس غانا نانا أكوفو أدو تعزيز العلاقات الثنائية. وتأتي جولة هاريس ضمن محاولات الإدارة الأمريكية لتحسين العلاقات مع القارة. ومن المتوقع أن تعلن هاريس حزمة مساعدات بقيمة 139 مليون دولار لغانا العام المقبل. أعلنت السلطات الصحية في مدينة ناشفيل بولاية تنس الأمريكية مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال وإصابة عدد آخر في حادث إطلاق نار على مدرسة ابتدائية في المدينة. هذا وأعلنت شرطة الولاية أن مطلق النار امرأة شابة وقد لقت مصرعها بعد اشتباكها مع قوات الأمن. وأضافت الشرطة أن هناك عددا من المصابين نتيجة إطلاق النار.
بدوره شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة العمل على منع الأسلحة الهجومية من خلال تشريعات قانونية. وأضاف بايدن في تعليقه على حادث إطلاق النار أنه يجب بذل مزيد من الجهد لإيقاف العنف المسلح في المجتمع الأمريكي، مشيرا إلى أن حوادث إطلاق النار في المدارس هي بمثابة كابوس تعيشه الأسر الأمريكية. أريد أن أعرب عن مدى حزني عما حدث في المدرسة في ناشفيل. أنتم تعلمون أن الذي فعل ذلك هم مجرمون، وقد خلف الكثير من الخسائر، ونحن نعلم أن عدد الضحايا هو 4 ومنهم أطفال. أنا أعلم أن هذا هو كابوس، أسوأ كابوس بالنسبة للأسر الأمريكية. إن الذي حدث هو خطر عظيم، والموقف أدى إلى حزن كثير، وهذا يدعونا إلى أن نتوقف عن العنف، نتوقف عن نشر الأسلحة النارية. لابد أن نحمي مدارسنا بشكل كبير. وإلى الصين، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن إقامة هندوراس علاقات مع بكين يأتي من منطلق إيمانها بمبدأ الصين واحدة. وأوضحت المتحدثة أن مساعي تايوان للاستقلال سيكون مصيرها الفشل. قرار هندوراس إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين قرار سياسي تم اتخاذه على أساس مبدأ الصين الواحدة دون أي شروط مسبقة، ونحن نقدر ذلك تقديرا كبيرا. فالعلاقات الدبلوماسية ليست ورقة مساومة، ونريد أن نقول لسلطات تايوان إن السعي وراء الاستقلال لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود، وإن الدبلوماسية المال ليس لها مخرج، وإن أي محاولة لمعارضة اتجاه التاريخ محكوم عليها بالفشل. وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن البلاد تعيش حالة طوارئ مناخية هذا العام. جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة التي اندلعت فيها حرائق الغابات شرقي البلاد. يأتي ذلك فيما اجتاحت أيضا النيران أكثر من 4000 هكتار، وأجبرت 1700 شخص على مغادرة منازلهم في منطقتي فالنسيا وأراغون. الآن إلى هذه الجولة في بعض ما تناولته الصحافة العالمية. نشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن الحزب الوطني الإسكتلندي مستمر في مسعاه لتحقيق الاستقلال عن المملكة المتحدة حتى النهاية، في وقت تبدو التوقعات فيه بعيدة عن الواقع. وذكرت الصحيفة أنه بعد 16 عاما من الحكم سينهي الحزب الوطني الإسكتلندي اليوم الاثنين حملة خلافة نيكولا ستورغون رئيسة وزراء إسكتلندا السابقة على وقع انقسامات مريرة. وأشارت الصحيفة أن الموعد النهائي لإجراء الاستفتاء يتضاءل، حيث يتعين على الحزب الوطني الإسكتلندي الحفاظ على أغلبيته في البرلمان وإظهار أن الحكومة تتمتع بمصداقية كافية لتجديد تفويضها. نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الجولة الأفريقية الحالية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى دول غانا، تنزانيا وزامبيا تستهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية في ظل النفوذ الصيني المتزايد. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تأمل في خلق مسار جديد للعلاقات والروابط الأمريكية الأفريقية يرتكز على التعاون وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي بديلا عن التركيز على أزمات القارة من الفساد والعنف. وذكرت الصحيفة أن هذه الجولة بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام لإعادة تنشيط العلاقات التي كان يعتقد على نطاق واسع أنها متباطئة في السنوات الأخيرة.
نشرت صحيفة ذا جابان نيوز أن أحزاب الائتلاف الحاكم في اليابان سوف تعقد اجتماع لمناقشة إرسال ونقل المعدات الدفاعية إلى الخارج في شهر مايو المقبل. وذكرت الصحيفة أن هذه المناقشات تأتي بالتزامن مع زيارة الدعم العسكري الغربي الموجه لأوكرانيا ضد العدوان الروسي المستمر. وأضافت أيضا الصحيفة أن نوع المعدات الدفاعية سيقتصر على مجالات الإنقاذ والنقل والتنبيه والمراقبة وأيضا إزالة الألغام. في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في العالم، نشرت صحيفة لوموند وقوع أول حريق هائل للغابات في وقت سابق لأوانه في إسبانيا وسط موجة جفاف واسعة النطاق. وأشارت الصحيفة إلى احتراق ما يقرب من 4000 هكتار على الحدود الواقعة بين فالنسيا وأراغون، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ورياح قوية على غير العادة. وذكرت الصحيفة أن جميع الظروف السابقة قامت بتهيئة الأوضاع لاندلاع الحريق الهائل الذي أجبر السلطات على إخلاء 8 بلديات أو إجلاء ما يقرب من 1800 شخص. وأما اقتصاديا فقد وقعت سوريا والعراق ولبنان والأردن على مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع. تتضمن المذكرة تعزيز التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات بين الدول الأربع. كما تتضمن أيضا مذكرة التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية. استحوذت شركة أرامكو السعودية على حصة تقدر ب 10% في الشركة الصينية للبتروكيماويات رونغشينغ في صفقة تقدر قيمتها ب 3.6 مليار دولار، وذلك بهدف توسيع نشاطها في الصين. وأوضحت الشركة أن الصفقة تشمل تخصيص 480,000 برميل من النفط الخام يوميا إلى أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيماويات في الصين على مدى 20 عاما. وافق بنك فيرست سيتيزنز على شراء بنك سيليكون فالي المنهار الذي سيطرت عليه مؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع في وقت سابق من الشهر الجاري. وتتضمن صفقة شراء حوالي 72 مليار دولار من أصول سيليكون فالي بخصم قيمته 16 مليار و500 مليون دولار. وسوف تبقى 90 مليار دولار تقريبا من الأوراق المالية والأصول الأخرى في الحراسة القضائية للتصرف فيها من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية. قالت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا إنها تدرس اتخاذ إجراء تأديبي ضد مديري بنك كريدي سويس بعد الاضطرار إلى تدخل بنك يو بي إس لإنقاذ ثاني أكبر بنك في سويسرا الأسبوع الماضي. وأضافت رئيسة الهيئة أن مسألة البدء في اتخاذ إجراءات جديدة لا تزال مطروحة، لكن التركيز الرئيسي للهيئة التنظيمية الآن ينصب على المرحلة الانتقالية لعملية الدمج والحفاظ على الاستقرار المالي. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مينيابوليس نيل كاشكاري، قال إن الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة واحتمال حدوث أزمة ائتمانية لاحقة تقربان الولايات المتحدة من الركود. وأضاف كاشكاري أنه لا يزال من السابق لأوانه قياس مدى تأثير الضغوط المصرفية على الاقتصاد، وبالتالي معرفة أثر ذلك على قرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة. أزمة حادة في القطاع المصرفي حول العالم تمثلت في خروج عدد من البنوك عن مسارها الطبيعي.
وتأتي الأزمة جراء استمرار رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم التي نتج عنها تعرض العديد من البنوك الأمريكية لسلسلة من الانهيارات كبنكي سيليكون فالي وسيجنتشر. حالة من عدم اليقين خلفتها أزمة البنوك في مختلف أنحاء العالم، وتأججت المخاوف من ارتداد تلك الأزمة على عدد كبير من القطاع المصرفي داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. ومتماشياً مع التوقعات، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و 5% عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007. ليعكس القرار الأخير من جانب المركزي الأمريكي أنه لا يزال متمسكاً بسياسة التشديد النقدي، ملقياً في الوقت نفسه بمسؤولية أزمة البنوك على عاتق إدارات تلك المصارف نفسها وليس السياسة النقدية المتبعة من جانبه. بنك إنجلترا سار على طريق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي السويسري في مواصلة رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن قطاع البنوك البريطاني قوي بما يكفي لتحمل انعدام الاستقرار الذي يعصف بالأسواق، وأن الأولوية الرئيسية تتمثل في خفض التضخم إلى المستوى المرغوب عند 2%. استمرار رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم من بين العوامل التي يلقى عليها باللائمة في أسوأ أزمة طالت قطاع البنوك منذ حدوث الأزمة المالية في عام 2008، ووقع في شباك هذا الاضطراب بنك كريدي سويس أحد أعرق بنوك أوروبا الذي تأسس منذ 167 عاماً. أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالمساهمة القوية التي ستقدمها الصين في النمو العالمي خلال العام الحالي، وحثت بكين على إعادة التوازن إلى اقتصادها عبر السعي لتحقيق النمو من خلال تحفيز الاستهلاك. لحسن الحظ فإن الأخبار عن الاقتصاد العالمي ليست كلها سيئة. يمكننا أن نرى بعض المؤشرات الإيجابية كما في الصين، حيث يشهد الاقتصاد انتعاشاً قوياً. وفي شهر يناير الماضي توقعنا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين عند 5.2% لهذا العام، وهذه زيادة كبيرة بأكثر من نقطتين مئويتين عن معدل 2022. الانتعاش المتوقع للاستهلاك الخاص هو ما سيدفع النمو مع إعادة فتح الاقتصاد وعودة النشاط إلى طبيعته. ارتفعت صادرات وقود الديزل وزيت الغاز الروسي للبرازيل وتركيا إلى مستويات قياسية جديدة في شهر مارس، وأفادت بيانات ريفينيتف بأن شحنات الديزل وزيت الغاز إلى تركيا تجاوزت 1,200,000 طن في مارس الماضي، كما بلغت أيضا صادرات الديزل الروسي إلى البرازيل 300,000 طن مقابل 205,000 طن في شهر فبراير الماضي. رياضيا، انتزع منتخب فرنسا فوزا بشق الأنفس من مضيفي أيرلندا بهدف للا شيء في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024. سجل بنجامين بافارد هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 50. بذلك حافظ ديوك على صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة. ولحساب المجموعة الثانية، تغلب منتخب هولندا على جبل طارق بثلاثية نظيفة، فعلى ملعب فينورد جاءت أهداف الطواحين الهولندية بتوقيع مانفيس ديباي في الدقيقة 23، بينما تكفل ناثان آكي بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و82. بذلك حلت هولندا ثالثة في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما واصل منتخب جبل طارق تذيل المجموعة بالرصيد.
يسعى المنتخب الإسباني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 عندما يحل ضيفا على اسكتلندا. الماتادور قد افتتح مهمته بالتصفيات بالتغلب على النرويج بثلاثية نظيفة. بعد الفوز في أول مباراة رسمية له تحت قيادة مدربه الجديد لويس دي لافوينتي، يحل المنتخب الإسباني ضيفا على اسكتلندا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. الماتادور الإسباني استهل مشواره بحصد النقاط الثلاث بالفوز على النرويج بثلاثية نظيفة حمل توقيع داني أولمو ونجمه البديل خوسيلو الذي سجل ثنائية في مباراته الدولية الأولى. وتبدو قائمة منتخب لاروخا مكتملة تماما دون أي غيابات، وهو ما يمنح المدرب لافوينتي الفرصة الكاملة للانتقال إلى ملعب هامدن بارك بجميع أوراقه الرابحة. تاريخيا يمتلك الإسبان أفضلية بعدما حققوا الفوز في 5 مواجهات سابقة أمام النرويج في مختلف المسابقات من 8 لقاءات جمعتهما، بينما حسم التعادل مباريتين مقابل فوز وحيد لاسكتلندا. قائمة المدرب الجديد شهدت ضم داني كارفاخال وداني سيبايوس وناتشو فرنانديز، فيما تم استبعاد جوردي ألبا وإريك جارسيا، وأصبحت هذه القائمة هي الأولى منذ سنوات عديدة يغيب عنها سيرجيو بوسكيتس. ومن الإضافات المفاجأة الأخرى اختيار بريان جيل لاعب إشبيلية وكيبا أريزا بلاغا حارس مرمى تشيلسي وديفيد غارسيا لاعب أوساسونا. في المعسكر المقابل تخوض اسكتلندا الموقعة منتشية بالفوز في المباراة الأولى على قبرص ب3 أهداف مقابل لا شيء، وتعول الجماهير على عدد من اللاعبين أبرزهم سكوت ماكتوميناي الذي تكفل بهدفين من 3 كانت كفيلة للفوز في مستهل مشوارهم بالمجموعة الأولى من التصفيات. وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2006 التي ينجح فيها منتخب اسكتلندا في تحقيق الفوز بمباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، وتأتي المباراة بعد أقل من 36 ساعة على إعلان الاتحاد الاسكتلندي تمديد عقد مدرب منتخب بلاده ستيف كلارك حتى كأس العالم 2026 والمقرر له في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. يحل المنتخب المصري ضيفا على ملاوي في الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. الجولة الماضية من التصفيات شهدت ارتقاء الفراعنة لصدارة المجموعة بالفوز على ملاوي بهدفين مقابل لا شيء في القاهرة. إلى هنا تنتهي هذه النشرة مشاهدينا، والآن إلى أبرز العناوين. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في إسرائيل عقب تعليق نتنياهو التعديلات القضائية. الدبابات تتدفق إلى أوكرانيا، تشالنجر البريطانية تلحق باليوبارد الألمانية دعما لكييف. رئيس وزراء اسكتلندا الجديد يتعهد بالسعي لتحقيق الاستقلال عن بريطانيا رغم رفض سوناك. مشاهدينا ندعوكم لمتابعة المزيد على موقعنا القاهرة نيوز.نت، ندعوكم أيضا لمتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم مشاهدينا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. دوما نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله. هنا القاهرة عاصمة الخبر، إلى اللقاء.